وفي الجوانب الخدمية المشتركة ومعاناة الناس، عقد نخبة من شباب ومثقفي قضاء بيجي أمسية حوارية بحضور عضو مجلس محافظة صلاح الدين شمائل العبيدي إلى جانب شيوخ ووجهاء من عموم أحياء القضاء، ناقشوا خلالها جملة من المشاكل التي تعترض حياتهم اليومية يتقدمها قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة لسكنة التجاوزات وتأهيل الشوارع وشبكتي الماء والكهرباء. وتعهدت العبيدي نقل أصواتهم لمجلس المحافظة والوزارات والجهات التابعة لها والمعنية بالأمر بغية العمل على حل المشاكل وتلبية الطلبات وفقا للقوانين الدستورية المشروعة. اليوم اللي حصل في قضاء بيجي عبارة عن ندوة حوارية أمسية جميلة تجمع كافة أطياف وشرائح قضاء بيجي، وجهاء مثقفين، موظفين، كسبة، عمال، كادحين، كافة شرائح المجتمع. الهدف من هذه الأمسية اللقاء مع تمثيل من محافظة صلاح الدين، مجلس محافظة صلاح الدين المنتخب، وبالتواصل مع دوائر الخدمية في قضاء بيجي جزاهم الله خير. الغاية من التجمع أنه التواصل ما تكون أكو فجوة بين المجتمع وبين الحكومة، ويكون أكو تواصل بشفافية. تطلعات المجتمع، ما هو الحاصل اللي بيجي في مقتبل الأيام، ما هو الممكن الحصول عليه، ما هي تطلعات قضاء بيجي، المصانع، المعامل، المشاريع، إكمال الطرق، تهيئة المدارس، مناقشة المشاريع بشكل عام، والوقوف على الآراء الجديدة والأمور البناءة في حال أنه أكو خطط أو رؤية مستقبلية، أكو مظالم عند الناس، ملف التجاوزات. الحصيلة الأساسية اللي نريد نطلع من عندها بهذا التجمع، ما عندنا مكسب شخصي. اليوم احنا ما عندنا دعوة باسم شخص او اسم عشيرة او اسم حي، احنا عندنا دعوة اسمها من البيجي والى البيجي وتخص قضاء بيجي، فهذا الهدف الاسمى والاكبر، لان احنا كنا شركاء منطقة. نتمنى ان تتضافر جهود كافة السادة المسؤولين انه يخدمون اهلهم ويعينهم الله على هذا المسؤولية. ونشكر كل اللي حضروا من داخل القضاء ومن خارج القضاء، ونشكرك انت ويا مرحبا بالجميع، وما يزيدنا هذا الا فخر انه نكون معازيب ربعنا وهلنا بالبيجي. الحمد لله والشكر، كان جمع مبارك بالست شمائل، وكانت متطلباتنا عن بيجي لأن بيجي منكوبة. كانت أول مطالبة إلى أهالي بيجي عن الوضع البيجي وخدمات البيجي والماء والكهرباء ومشاريع بيجي، وفي نفس الوقت المصانع في بيجي، وعن أهالي بيجي اليد البطالة في بيجي من ناحية الشباب بيجي. اثنين، كانت مطالبتنا عن تعويضات قضاء بيجي عامة، وفي نفس الوقت طالبنا بتعويض شهداء وجرحى بيجي، لأن البيجي اعتبروها من المنكوبة، ولكن إلى حد هاي اللحظة ما تتنفذ طلبات أهالي بيجي. شنو اللي صار في بيجي من ناحية المسؤولين ما أعرف، وعدتنا خيرا إن شاء الله الست شمائل، والله انطتنا موعد وانطتنا كلام انه ان شاء الله يصير خير بهاي البيجي. ونرحب بالاستاذه شمائل عضو مجلس محافظه صلاح الدين. اعلن مجلس النواب على قضاء بيجي بانها منكوبه، وخدمات لحد الان بها تلكه في الشوارع والخدمات، الكهرباء في بعض المناطق. نعم طبعا، احنا منطقتي انا مختار حي الاسمده التابعه لوزاره الصناعه والمعادن، هي قريبه مع ويا محافه السكه. أكثر ما يتأذون، أي نعم، منطقة كبيرة وبها 6000 شخص التعداد مالها، أي نعم، موظفين ودكاترة وأمراض، عندهم أمراض مزمنة. مطالبتي أن الحكومة المحلية تشوف لنا تغيير هذا أو وضع حل. والله نعم، طرحت الفكرة على الأستاذة شمائل وعدتنا خير أن نسوي طلب على طريق مكتبها، وإن شاء الله يفاتحون ابو البيئه. نعم ناجحه، لان يطرحون كل قضاء بيجي، هاي مكون من كل قضاء بيجي، كل الاقضاء وحتى ناحيه الصينيه موجودين. نعم يعني يطرحون مشاكل القضاء